إلى أين وصل حلم السعودية بامتلاك قنبلة نووية؟ أعلنت المملكة السعودية منذ فترة طويلة أنها تريد تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج الوقود النووي، وغير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري. لكن مثلما لم يترك صعود الملك سلمان إلى السلطة حجرا على حجر، ليس فقط داخل القصر الملكي ولكن أيضا على المستوى الإقليمي، هدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علانية عبر قناة سي بي سي بتطوير قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك. كل من الطبيعي أن يربط المراقبون بين تهديد ولي العهد والمحادثات التي يجريها وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري مع مسؤولين سعوديين بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية. ومشروع القرار الذي قدمه أعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمجلس الشيوخ، ويطالب بأن ينص أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية على منع المملكة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما الوسيلتان المستخدمتان في صنع قنبلة نووية. وبعدما أظهرت صور الأقمار الصناعية قبل أشهر قليلة أن المملكة أوشكت على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي، كان متوقعا أن يطلق خبراء الحد من التسلح جرس إنذار المحذرين من أن الرياض لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى لضمان عدم استخدام البرامج النووية المدنية لصنع قنبلة نووية. تقول السعودية بمساعدة ترامب، الانتقال من البرنامج السلمي إلى إنتاج قنبلة نووية مجرد وقت. هذا هو ما خلص إليه أحدث تقرير أمريكي أصدرته الأغلبية الديمقراطية في لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب في 19 من فيفري 2019، احتجاجا على الجهود المحمومة التي تبذلها إدارة الرئيس ترامب لتسريع نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية شديدة الحساسية إلى الرياض دون الرجوع إلى الكونغرس. يحذر النواب الأمريكيون من أن هذه الجهود غير المنضبطة قد تشكل انتهاكا لقانون الطاقة الذرية وقانون الانتشار النووي السعودي الجديد الذي عرض على مجلس الشيوخ في 28 فيفري 2020 لتعزيز سلطة الكونغرس على نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة. ثمة علامات استفهام تتكئ على علامات تعجب مثارة حول الستار السري الذي يغلف العلاقة بين إدارة ترامب والسعودية والضغوط التي تمارسها الكيانات التجارية الأمريكية لتسريع الصفقة، ومخاوف تتعلق ببيئة العمل داخل البيت الأبيض التي تتسم بالفوضى والاختلال الوظيفي. والأهم أن الشكوك تحوم حول الاتصالات الوثيقة والمستمرة بين الرئيس ترامب والكيانات التجارية التي يتوقع أن تجني مليارات الدولارات مقابل إنشاء المنشآت النووية في السعودية وتشغيلها. ومن المشكات ذاتها تخرج الاتهامات الموجهة لكبار مستشاري البيت الأبيض بتضارب المصالح. من اللافت أن هذه الصفقة المثيرة للجدل تحظى بدعم أصدقاء ترامب داخل الإدارة وخارجها، مايكل فلين، ديريك هارفي، توماس باراك، ريك جيتس، حتى إن المحامي تشارلز بيرسون عضو تحالف بيتسبرغ المناهض لحروب الطائرات بدون طيار كتب في مجلة كاونتر بانش نصف الشهرية الأمريكية ساخرا: لو كانت إيران تمتلك ما يكفي من الفطنة لشراء قنبلة نووية من أصدقاء ترامب لما واجهت عقوبات أو تهديد بغزو أمريكي. لا تقتصر هذه المخاوف على الديمقراطيين، بل يتشاركها النواب الجمهوريين أمثال ماركو روبيو وتود يونغ وكوري جاردنر وراندر بول ودين هيلر، الذين بعثوا رسالة في 31 أكتوبر 2018 إلى الرئيس دونالد ترامب يحثونه فيها على تعليق المحادثات المتعلقة باتفاقية تعاون نووي مدني محتملة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بسبب مخاوف جدية تتعلق بالشفافية والمساءلة. لكن يبدو أن ترامب مصمم على اعتصار الفوائد المادية التي تتيحها له فترة ولايته الرئاسية لآخر قطرة، لدرجة أن المحامي الأمريكي تشارلز بيرسون يشك في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل دفاعه الأعمى عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى لو أطلق الأمير النار على خاشقجي جهارا نهارا في وسط الجادة الخامسة بنيويورك. وإذا كانت روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا قدموا عروضا لبناء مفاعلات نووية في السعودية،
حق للرئيس الأمريكي أن يتساءل، أو هكذا يعتقد ترامب حسب ما يتخيل نيكولاس كريستوف في صحيفة نيويورك تايمز. حق للرئيس الأمريكي أن يقول: لماذا يتخلى عن نصيبه من الكعكة الشهية المعجونة بريالات النفط طالما أن الرياض ستحصل على التكنولوجيا النووية التي تريدها في جميع الأحوال؟ وإذا كان الأمريكيون يتشبثون بالحذر لأن القدرة على التخصيب وإعادة المعالجة ستمكن السعودية من الانتقال في وقت قصير من برنامج نووي سلمي مدني إلى إنتاج قنبلة نووية، كما يقول الأمريكيون، فربما كانت السعودية بعيدة النظر حين سعت منذ سنوات لعقد اتفاقيات مع الصين للتعاون في مشاريع الطاقة النووية. الحل الباكستاني: البديل الجاهز أسهل من التصنيع المحلي. إذا كانت هناك طريقة أسهل للحصول على قنبلة نووية من البلد صاحبة أول قنبلة نووية سنية، فلماذا يضع السعوديون أنفسهم في عين العاصفة بتصنيعها محليا؟ يرتفع سقف التكهنات بالنظر إلى إجمالي الدعم المالي المقدم إلى باكستان من الإمارات والسعودية، ويبلغ حوالي 14 مليار دولار، ما يثير تساؤلا طبيعيا: هل يمكن أن تسدد إسلامباد ثمن هذا السخاء الخليجي نوويا؟ تفوق المساعدات التي تلقتها باكستان من السعودية ما حصلت عليه أي دولة أخرى خارج العالم العربي منذ الستينيات. على سبيل المثال، عندما كانت باكستان تدرس ما إذا كانت سترد على اختبار الهند 5 أسلحة نووية في ماي 1998، وعد السعوديون بإرسال 50,000 برميل نفط يوميا مجانا لمساعدتها على مواجهة العقوبات الاقتصادية التي قد تنجم عن التجربة الباكستانية المضادة. وكان الالتزام النفطي السعودي هو مفتاح قرار رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف بالمضي قدما في الاختبار، وخفف إلى حد كبير تأثير العقوبات اللاحقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على باكستان. هذه المزاعم حول وجود ترتيب أو تفاهم سري تنقل باكستان بموجبه الأسلحة النووية إلى المملكة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما مولت السعودية مشروع القنبلة الباكستانية النووية الناشئة. وتستمر التكهنات حتى وقتنا هذا، إذ تحاول أجهزة الاستخبارات الأمريكية استكشاف ما إذا كان الأمير محمد بن سلمان يضع الأساس لبناء قنبلة نووية. وأثارت العلاقة المالية بين الرياض وإسلامباد تساؤلات لدى المخابرات الأمريكية لفترة طويلة عن المقابل. هل إذا احتاجت السعودية أن تمتلك ترسانتها الصغيرة ستوفرها لها باكستان؟ حسب ما أشارت صحيفة نيويورك تايمز في 22 من نوفمبر الماضي تحت عنوان السعوديون يريدون صفقة نووية أمريكية، هل يمكن الوثوق بهم في عدم صنع قنبلة نووية؟ وبرغم أن التقارير التي تفيد بأن سلاح الجو الملكي السعودي يحتفظ دائما بطائرتين في باكستان ليتمكن من نقل القنبلة إلى الرياض في غضون فترة قصيرة إذا طلب الملك ذلك، غير مؤكدة إلا أن بروس ريدل يستشهد بها في تحليلاته المنشورة على صحيفة بروكينجز. ويوافقه مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن سايمون هندرسون، الذي كتب على صفحات كارنيجي: ربما تمتلك السعودية بالفعل قنبلة نووية بفضل باكستان، إذ يفترض أنه بالإمكان إرسال صواريخ باكستانية مزودة برؤوس نووية إلى المملكة، سواء بهدف تعزيز قوة الردع السعودية ضد إيران أو لحماية جزء من القوة الاستراتيجية الباكستانية خلال الأزمات مع الهند. في هذا الإطار، يعاد تأكيد تفاصيل التفاهم السعودي الباكستاني الذي قد لا يكون اتفاقا مكتوبا في كل مرة يطرأ فيها تغيير على الحكومة الباكستانية أو تغيير مرتبط بالعرش السعودي. وهنا يكمن الدافع وراء الزيارتين اللتين قاما بهما وزير الدفاع السعودي وحاليا ولي العهد محمد بن سلمان إلى باكستان منذ تولي والده الملك سلمان العرش في 2015. ومن هنا أيضا تأتي الزيارات المنتظمة التي يقوم بها القادة العسكريون الباكستانيون إلى المملكة. ورجح كريستوفر كلاري ومارا كارلين في مقال نشرته مجلة The American Interest سنة 2012 أن توفر باكستان تكنولوجيا الأسلحة النووية للسعودية إذا كانت تبحث عن بديل للمساعدات الأمريكية، تحسبا لانهيار مستقبلي محتمل في العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة وأن ترامب ألغى بالفعل 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لباكستان في سنة 2018. ورسمت ورقة بحثية أعدها يو إل جوزيسكي
ونشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يوم 22 جويلية 2015 بعنوان المملكة العربية السعودية والاتفاق النووي مع إيران. سيناريو يتضمن قيام باكستان بتثبيت رؤوس حربية نووية على الأراضي السعودية، أحد أشكال الردع الموسع إذا تخطت إيران علنا العتبة النووية. حتى أن جوزينسكي نصح إسرائيل بتحسين عملية جمع المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرة على تقييم التطورات على المسرح الخليجي حتى تتمكن من رصد أي محاولات إضافية من دول أخرى لخلق توازن نووي ضد إيران. حين أظهرت صور الأقمار الاصطناعية في جونفي الماضي أن السعودية بنت أول مصنع للصواريخ الباليستية، اعتبرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية هذه الخطوة جزءا من الطموحات العسكرية النووية المتزايدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأشار الخبراء إلى أن السعودية لا تمتلك في الوقت الحالي قنبلة نووية، لذلك من المرجح أن أي صواريخ منتجة في المصنع ستكون عنصرا حاسما في أي برنامج سلاح نووي سعودي في نهاية المطاف، مما يمنح المملكة قدرة على إنتاج أنظمة التوصيل المفضلة للرؤوس النووية. وتعمل السعودية حاليا على بناء عدة أنظمة أمريكية، ومنها نوعان مختلفان من نظام صاروخ أرجو، ونظامان مختلفان من نظام باتريوت، وهو تطور طبيعي للأدلة الحديثة التي أشارت منذ فترة إلى أن المملكة أصبحت تمتلك القدرة على تطوير صواريخ باليستية محليا، إلى جانب ترسانتها التي تتكون أساسا من صواريخ صينية الصنع. ويبدو أن السعوديين كانوا يفكرون في أنظمة التوصيل منذ فترة طويلة، فقد اشتروا صواريخ دونج فينغ 3 متوسطة المدى من الصين، صممت لحمل رؤوس حربية نووية أو كيميائية أو بيولوجية في سنة 1987، ما أثار احتجاجات المسؤولين الأمريكيين آنذاك. وتشير بعض التقارير إلى أن المملكة اشترت صواريخ باليستية طراج دونج فينغ 21 من الصين في سنة 2007 من أجل تحديث أو استبدال صواريخ دي اف 3، ورغم أن مدى الصواريخ الجديدة أقصر إلا أنه أكثر دقة. لكن السعودية تكتفي حاليا بنشر صواريخ من طراز دي اف 3 برؤوس حربية تقليدية، وتعهدت بعدم تزويدها بحمولات غير تقليدية وإن لم تختبر هذا النوع أبدا، مما يجعل أهميته بالنسبة لاستراتيجية الدفاع السعودية غير واضحة. ووقعت الرياض في نوفمبر 2018 اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي أرجو تهاد من صنع شركة لوكهيد مارتن، التي يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل الغلاف الجوي وخارجه. إيران الحافز الأكبر، القنبلة السعودية بين التطمينات والتهديدات. صحيح أن السعودية اتخذت كل الخطوات التي تؤكد عدم رغبتها في حيازة أسلحة نووية، ووقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وأبرمت اتفاق التفتيش الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصادقت على معاهدة حظر الأسلحة النووية في الأمم المتحدة. صحيح أيضا أن البنى التحتية السعودية عفوا بدائية وغير متطورة، وبالتالي قد لا تمكن المملكة من تخصيب اليورانيوم، وليس من المغري أن تتشاطر أي من الدول التي تقوم بتخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي تقنياتها مع دول أخرى، حسب ما يلفت الباحث الأول في برنامج الشؤون النووية في مؤسسة كارنيجي مارك هيبز. لكن ما بين التطمينات والتهديدات، تسعى المملكة لتوسيع مساحة تعاونها النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وكوريا الجنوبية والصين وروسيا، إلى جانب مفاوضات تجريها مع تركيا وجنوب إفريقيا والمجر وفنلندا وبلجيكا وأستراليا. ما يثير الشكوك أكثر هو إصرار السعودية على إنتاج وقودها النووي الخاص بها، على الرغم من أن بإمكانها شراؤه بسعر أرخص من الخارج، إذ يمكن استخدام مثل هذا الوقود لأغراض سلمية أو عسكرية. ذلك أن تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 4% يكفي لتشغيل محطة توليد الطاقة، أما الوصول إلى نسبة 90% فيضعها على عتبة قنبلة نووية. وكم كان النائب الديمقراطي براد شيرمان صريحا ولادعا في آن حين قال:
أن تبيعهم طائرات مسالة، لكن أن تبيعهم قنبلة نووية أو القدرة على بنائها مسألة مختلفة. والبلد الذي لا يمكن الوثوق به وبحوزته منشار عظم لا ينبغي الوثوق فيه وهو يمتلك قنبلة نووية. وخلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة بثتها قناة سي بي سي في 18 مارس 2018، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لا ترغب في الحصول على أي قنبلة نووية، لكن دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنتبعها في أقرب وقت ممكن. ورغم تأكيده في المقابلة ذاتها أن إيران ليست منافسة للسعودية، جيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأولى في العالم الإسلامي، والاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، وإيران بعيدة من أن تكون ندا للسعودية، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظل هي المفتاح البوابة القنبلة النووية السعودية، والدافع الأكبر لكي تخوض المملكة هذا التحدي.